صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة إذا تزوجت بعد موت زوجها لا تكون في الجنة مع زوجها الأول؟ هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوجت في الدنيا عدة أزواج فهل لمن تكون منهم في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأحسنهم خلقا، تكون لأحسنهم خلقا. نعم.